مهندس يا المهندس. ها 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 ها. الله أكبر الله أكبر. أحلى الحرية يا أخي. الحرية أهم شيء بالحياة. إيش بدك تعمل يا عبادة؟ إيش بدك تعمل لحتى تسيطر على السواء؟ لقيتك. شو؟ لا تعملوا بيض على الغاز بيتوسخ ولك عمره ما حدا يرى. يخرب بيتك. ايش عامل بالطاغوت هيك؟ عنين امك تجي وتشوفك بس. يا فراق انت شو قدك نكدين؟ امي لسه بكره ترجع من مصر. من هون لترجع بكره رجعنا كل شيء لمحله. خلونا نعيش هاليومين بحريه مطلقه. من دول كلمة خدي وجيبي وهون بصير وهون ما بصير وهاتي وخدي وشيلي وحطي غير شحطات الطائرة كمان. ايه بالضبط انت قلتيها. من هون لبكره بتفرج. تعرفي شو لخدوج؟ شو؟ جاي على بالي اعمل طنجرة اندومي تصل ريحته للمحيط الاطلسي. يخرب بيتك هدول من الممنوعات. يمكن امي اهون عليها تدخن حشيش على البيت وتدخن هدول. لا يا روحي يا مندوتشي على اساس انت زناقة البيض والقنبلة النووية اللي فجرتيها هون ما عليها شيء مسموحين. بس هيك ما نعيش هوا احنا يا ناس عايشين. وينكم يا اولاد؟ ايش عاملين بالبيت؟ يخرب بيتكم. عينيك يا ام عبايه تشوف ايش عم يصير عندك بالبيت. معارف طاحنه يا جاي. ما احلى الحريه. ما أحلى الحرية والسلام. الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لطيف إذا ذكرناه وانحضروا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو أهلا يا أبو عبادة. شلون أبو عبادة؟ وشلون الأولاد؟ مش طايل لك. مش طايل لك خير الله. اي لا بقى ما بصدق. حاش تاخرت ابو بدا. انت هلا عم بتعيش احلى لحظات حياتك ولو بيناتنا. ايه والله صدقتي اول مره بعملك بتحكي شي صح. يا ريتك تتاخري كم يوم تانيين. بس الو ولك الو ابو بدا معي الخط. انت وين رحت؟ الو معك ابو بدا معك. الو الو شكله مشكله بالشبكه. ايه ابو بدا مالتيني. ايه ما بدك ترجعي على انقره؟ والله اشتقنا لك. اشتقنا لك خيرات الله. ولك اشتقنا كمان لحكياتك خيرات الله. بهاليومين ان شاء الله. قولي لشوف ابو بدا شلون البيت بغيابي؟ في شي؟ المطبخ؟ رواق رواق كتير. خيرات الله رواق. اوعكم تكون عملتوا شي بالمطبخ. ها قليتوا بيض ولا سويتوا فشاع الغاز؟ بتوسخوا لي اياها. اوعكم ابو بدا اوعكم. لك لا لا انو بيض وانو فشاع. صلي على النبي. ولادك اندومي ما دخلوا على البيت. ابو بدا الصالون بتديروا بالكم عليه منيح واغراضك بترجعوا لنا محلهم. ما تشرب شي هون وهون. ايش حكيت انا؟ ولا يهمك. لا توصي حريص. انت بس استمتعي استمتعي وعيشي اللحظه. ولا يهمك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله بتشوفوا ايش راح اعمل فيكم. الله لا يعطيك العافية. ايش هذا جاي فيه لهون؟ بيزمتك بضميرك. بيزمتك بضميرك. مالك مش تيجي تاكل؟ لا 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 يا سيدي حسابك بس تجي امك. بس تجي امك حسابها. لو وقت ما تجي امي فرج ورحمه. عيش حياتك. تعكول تعكول لك حرش الطمة. تعكول وعيش حياتك ولا تفكر. امسوك امسوك.
bounce, but I really don't wanna. Feel buzz like the hand that's weak. I must stay deep, cause pocket cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and لا 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 ماتت ولا شيء بسرعة ولا حد يقرب عليها حمل التنظيف سريع على البيت كلياته بسرعة رايح اشحط امك عشان تطحها على الكنبايه لم نمكش جاهزه شوشه صحيه يلا يلا صابك شي امي امي صابك شي امي امي انت بخير انت بخير امي ام عبده ام عبده ليش غلطان عليكي ردي علي ردي علي ام عبده وين انا وين انا شو هذا دول ها صح صحيت ايش هالمفاجآت الحلوه يا ام عبده لحظه ذكرت ذكرت انتوا كنتوا عم تاكلوا هون عندهم فشار بالصالون والصالون كان مكركب لك امي شو بكي عندهم فشار وانا عندهم مين ليكو البيت مثل الفلة شوفي امي امي وانت مالك هون البيت مشي مثل الساعة مثل ما كان بدك واكتر بس يمكن انت تعبانة لسه عم السفر والله تعبانة من السفر طيب تعالوا فرجيكم انت جبت لكم معي هدايا اعطوني تشنتاي وين تشنتاي يس في هدايا بالموضوع امسكي امي امسكي امي هاي البيجامة الجديدة أكيد إلي هاي البيجامة إلي وهي قنينة البارفان هلا أكيد إلي كمان إلي وهي العلبة المغلفة مفاجأة ترترا أكيد إلي ما حذرت كمان إلي لك وين هدايا اللي قلتي جبت لكم إياها أمي هاي جبتلكن معي اكثر من نص كيلو دروبوس تقسموهم بينات بعضكم هم بتغيروا ريحة تمكن وهم بتتحلون شايفين شقد بدير بالي عليكن انا يا ريت يبين معكم بقى امي ايش فيها هاي الكرتونة اوعك اوعك تروح من ايدك هاي حقها هذيك الحسبة دفعت حقها كتير هاي بتجيب لنا الحظ دخيلة شواطينا ايش هاي بقى الحقها هذيك الحسبة وبتجيب الحظ كمان اسمعوني لقلكن قبل ما افتح هاي الكرتونة لازم تتبعوا التعليمات اللي قال لي عليها البياع زي يا كمان هو ما قلت ليش البدعة يمكن شكل حجة شامية جاي تحكي عندها بالمصريون يا ربينك ايش عرفك انا من الشام شو انت يا اخي انا ابوي مصري بس امي شامية مش شاغور ايش رايك تحكي لي قصة حياتك كمان امك كم مرض عندها ابوك عايش ولا ميت الله قال لي شو حقها هاي صعيد يجيب الحظ ولا حكي كذب قصدك الومياء هاي هلا هي قطعة جربانة بتجيب الحظ وهي من حظك انه ساعة معي ستين لو ساعة ستين كانت صابتك لعندها الله هي لازم تحترميها وتعامليها احسن معاملة لحتى تجيب لك الحظ واذا بتحاولي تحكي كلمة ما يمديها عليها
مباشرة بتصيبك لعنة الفراعنة. فلذلك كلياتكم لازم تعاملوها بلطف مشان ما تنصابوا بلعنتها. طيب خلاص امي افتحي خلينا اشوفها بقى. افتحي. الله حيد الصيني بلعنة الفراعنة. ما زرفرت بالضحك. لك هي شكلها مثل الكلب الصغير. لك هي شكلها مسكينة. هي خرجت تصيب باللعنة. ما زرف بكي. لحظة. ايش عم بصير معي انا؟ حاسس حالي بس بدي ابكي. لك حالي احكيلي شي بكي بكي وقف على الضحك. حدا يحكي شي شغله بتضحك بركي بقدر بوقف على البكاء. ايش عم بصير؟ اي بفتح كتاب حياتي يا عيب بركي بزعل شو. قلت لكم راح تنصابوا بلعنه الفراعنه. ما صدقتوا البياع قال لي. عليك العوض ومنك العوض. اروح اضب اغراضي. خدها منه. ليش هيك نشفان ريقي كل هاد؟ اشرب لي كاسة مي. خدها منه. ليك عم بيحكي مع حاله. بابا. قولك بابا. خدها منه. شبك ايش في هاد عيطي؟ لحظة. انا عم بحكي. ارجع لي صوتي. الكلام هذا اخرس. ايش في بابا؟ لا ايش في؟ ارجع لي صوتي. رجعت لطبيعتك. يا ريتك ضليت اخرس. هلا ما راح اخلص من لسانك على طلبات خدي وجيبي ونكد. لحظه شوي. انت بطلتي تضحكي وانت بطلت تبكي. ايوه معناها الزلمه كلامه صح. تبتدي اللعنة الساعة 6 وبتخلص الساعة 12 بالليل. الحمد لله معناها راحت اللعنة. الحمد لله. لك الله يوفقك. انت البلد كلياته منك. وين في بلد تجيبي على البيت؟ انضربوا روحوا كلياتكم ناوي. يلا غرفكم. الله يمضي هالليلة على خير. يلا ولاد. ايه انت حسين؟ انا من هلا بلشت تجهيز الفواكه والحلو. جهزت حالي من هلا. ولك ايه اسمعي عن حكي. هدول الجماعه مهبرين كتير. ما عم مصاري خيرات الله. يعني لا تروحي ميدان خدوج لانه بعمره ما راح يجيكي مثله. عن حكي في عنده بيتين، واحد بدبي وواحد باسطنبول. ايه ونحن شو بدنا؟ ليش كمان الف مين بتمنى خدوج؟ لا تنسي. يوه الواه الواه. حالتنا دائما بنعرف بعض. شفناكم فوق شفناكم تحت. هلا مو خصيني. ايمتى حيجوا بالضبط؟ بدك ترضحي لي كمان؟ عبولوا على 6 الا ربع. على 6 الا ربع بالضبط. هدول مواعيدهم كثير دقيقه. ماشي مشتي. روحي ما تغيريش. الله روحي يلا تضوي. بحكي معك. الله معك انت حسين. اثنين بتصيد. هذا هو اذا كان معه مصاري راح اقبل حتى ولو كان شكله مقرف. المهم في مصاري بالموضوع. يا رب تزبط هالمره واخلص منك يا خدوج يا رب. لحظة، المومياء أنا ممكن حيطلع هون؟ مين شايلها من هون؟ اجوا، راح أفتح الباب هون، اجوا. يا ميت أهلا وسهلا شرفتونا، تفضلوا. قولي امين قولي امين. الجماعه صاروا تحت. انت لسه عم تطقي على خطري فرات. بحكي معي. نري شبكي امي. قولي هدول ابن مهندس.
ما بتعملي قدامهم حركات برا طعمي هلا. ماشي امي. وما في داعي تشاركي بكل حديث وتسكتي العالم على اساس انتي الفهيمه الوحيده. حاضر امي. وفرضا حكوا نكته وبدك تضحكي، ما في داعي اهل الحاره الجنه يسمعوا صوت ضحكتك، تضحكي بصوت واطي. فهمت امي. وبس تدخلي القهوه ما في داعي تدلقيها فوق العريس وتغسليه وتقولي لي ما انتبهت، بتدخليها على مهلك. اقسم بالله فهمت امي، لو حمار كان فهم خلص ولو يظهر نسيب وقتك تحت. يلا صحيح لحظه، كنت هلا انا بالصالون عم بطلع المومياء معي على الطاوله، مين شايلها؟ ما بعرف مين، ما بعرف ايش بده يعرفني انا؟ ما بعرف ما بعرف. ما بدي اقول لها انه انا شلتها وبزقت عليها وخبيتها عشان ما تصير من اللعنه تبعيتها. ولك يعدمني اياكي انت واخواتك والمومياء معكم، وين اختفيت؟ لا امي لا ادعي عليها، لو متصيبك لعندها. قولتك قولتك، الله يمضيها النهار على خير، حقيني بسرعه بسرعه. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا والله، يا ميت اهلا وسهلا. شكرا. لكل روحوا هدول تركوني لحالي معهم، ايش بدي افتح موضوع الله؟ اليوم يا شباب والله مو؟ يا اهلا وسهلا واشرقت الانوار والله مثل ما بقولوا. الله هدول شكلهم معهم مصاري، مبينتهم منتوفين اكثر مننا. خوخو يا عمري، هاتي القهوة لحماتك المستقبلية. لا تخجلي منا. ساعة ستة تمام. الصار فضائل القوة الله واحد. هاي أكيد لعنة المومياء. يا لطيف يا لطيف شو هاد؟ يلا قوم قوم، نحن بنجي بغير وقت، بغير وقت بنجي نحن. دكرة وين تروحوا ما تروحوا؟ ما شفت القهوة للساعة، صدقوني حدا يجي يخطب خدود، خدود، ضيفيهم قهوة، ضيفيهم قهوة بسرعة. تفضلي حماتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل ابن عمي. يا ربي دخيلك. بقى شو هاد؟ ليش كلها حلوة وفائسة؟ حطي لك كيلو سكر. لك لا انا بايدي عملتها، مالي حيطها معلقة سكر. شكل هي اللعنة صابتني لاني سبيت على المومياء. كلو غير شيء، هذا الحلو شغل ايدي، هو كلو كلو قطعة. الله يشتر منها العيلة ومصايبها للساعة. شو هاد ايش قلب مالح؟ صبر. شو هاد؟ امي اميك امي امينا جيبولنا غير شيء للساعة. امي 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 طو باكو طو باكو، بس فهمكم انتو باكو فهماني ايش عم صير معنا. ايه روحوا عنا يلا. امي 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 بس 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 اسمع مني، لك اسمع مني بس، هتروح ضو باكو. لك والله انا بايدي عملتها، نسات كل هذيك مالحة. معقول اني دعيت على المومياء اللعنة صابتنا وصابت البيت كله؟ لك والله انت بس اسمع مني، لو تسمعوا مني. راحوا راحوا راحوا. انا 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 ادخل على غرفتي لو بتصير الساعه 12 وما ارجع لطبيعتي. راحوا راحوا راحوا. هلا انا راح انهي القصه من شرشه، راح انهي القصه كلها يا تهلا. لا 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 اوعك على بلاها، ما تهور منروح فيها والله منروح فيها. وراح وينها؟ وين هاي المومياء جابت لنا كل هالمصايب؟ وينها؟ هي بالخزينه بالمطبخ. اوعك لا تهور، لنروح فيها بعدين. ها بس لهون وبس، انا رح انهي كل شيء هلا. بقى شو هاد؟ لكن صار زلزال، لكن البيت عم برج، ايش عم بصير هون؟ لك كانه بنايه بدها تطب، ايش عم بصير؟ هنا هنا أعزائي المشاهدين، كما ترون سقط البناء، سقط البناء واختفى كل من كان بداخله. البعض يقول بأن المومياء هي من كانت وراء هذه القصة، والبعض يقول بأن المومياء اللعينة سوف تنهي البشرية كلها. يا لطيف يا لطيف، ايش عم تصير يا لطيف يا لطيف؟